اهلا بيكم معانا حلقه جديده من عيش وملح. معاكم توتة مراد، وان شاء الله نعمل النهارده وصفات سهله جدا وبسيطه وسريعه. بصوا بقى، الوصفه دي طلبتوها مننا الاسبوع اللي فات وقلنا لازم نعملها لعيونكم على طول. هنعمل وصفه الكشك على طريقتي، سهله جدا وبسيطه، بيطلع كريمي وناعم ودسم وطعمه بيبقى خطير. طيب تعالوا نشوف مع بعض مقادير الكشك المصري. انا مش بحط زبادي ولا يعني في العادي او الطريقه التقليديه بتاعه الكشك. في ناس على فكره مش بتعمله برز كمان، يعني بيخمروا زبادي وبيحطوها بعد كده على الحليب وبتشكل وبتتقل كده. بس انا يعني مش من هواة الطريقه دي بصراحه، يعني جربتها بس حسيت ان دي بالنسبه لي انا مفضله. فانتوا ممكن تعملوا الطريقه اللي بالزبادي او تجربوا الطريقه دي، مش هتبطلوا بجد تعملوها. طيب تعالوا نشوف مقادير الكشك المصري. معايا كوبايه من الرز المستوي، بس احنا ايدينا مبحبحه، هم مش كوبايه، هم اكتر من كوبايه، فناخد منه بالطلب. معانا كوبايه من المرقه، معانا 3 كوبايات من الحليب، 3 معالق كبار من الدقيق، نص كوبايه من القشطه البلدي اللي هي من عند اللبان، او قشطه وش اللبن دي او دي بقى على حسب اللي انتوا حابينه. معانا كمان بصله مفرومه وبصله الكشري اللي هي الورد بتاع الكشري اللي هي دي، بنزين كده وبنحطه برده في الخلطه نفسها من جوه. بس كده مقادير سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش حاجه صعبه. ممكن ازود انا بقى صدور فراخ، يعني لو انا مثلا عندي صدر فرخه بيت اتسلق بقى او ايا كان انا كنت عاملاه ازاي، اقدر ان انا افصصه وادخله مع الكشك، فتبقى وجبه كامله متكامله مش ناقصها غير عيش بلدي وخلاص. فانتوا ممكن تعملوا الوصفه دي وعذرا طبعا على صوتي، الاحبال الصوتيه عندي بعافيه شويه، فيعني اعذروني طول الحلقه. ممكن ان انتوا تحطوا شويه فراخ، صدور فراخ كده متقطعه صغننه، بحيث تبقى وجبه كامله عندي متكامله، عندي الرز وعندي الحليب وعندي الفراخ والبصله المقرمشه، ويبقى كل حاجه عندي مش ناقصه اي حاجه غير ان انتوا تاكلوها بالف هنا وشفا. طيب تعالوا نشوف بقى هنبتدي بايه. سخنت ماشي، مش عايزاها تسخن بس ماشي. بصوا بقى بنعمل ايه، بنجيب لتر من الحليب او 3 كوبايات من الحليب، عليهم كوبايه من المرقه، وننزل، استنى خلينا ننزل بده دلوقتي، وانزل بالقشطه البلدي اهي حبه حلوين كده، ومعايا كمان معلقتين كبار من الدقيق. انا بالنسبه لي الوصفه دي بتنفعني قوي لو انا عندي رز بايت ومش عارفه استغله في ايه. يعني مثلا انا مش من الناس اللي بحب الرز البايت، يعني باكله خلاص لو مضطره هاكله خلاص، ما بنرميش حاجه. بس الرز لما بيبات من الوصفات كده هو يتاكل وهو لسه مقفول عليه النار. فنعمل ايه لو فاضي عندي شويه رز؟ اعمل طبق كشك زي ده، اعمل كفته مثلا برز وشويه لحمه مفرومه، او صدر فرخه وافرمهم مع بعض، اعمل كفته بطاطس بالرز، يعني ممكن اعمل حاجات كتيره جدا. فانا دايما لما بيفيض عندي شويه رز بروح عامله ايه؟ عامله طبق كشك كده، حتى لو بقيه الاكل مش ماشي معايا، بس هو لوحده بيبقى خطير، يعني ده وجبه بالنسبه لي. يبقى احنا حطينا ايه؟ نظبط بس ملح وفلفل، مش فلفل كتير عشان ما يغمقش الكشك بتاعنا، وادي الملح. مش كل الناس عندها فلفل ابيض، بيقولوا لي ما كنتش حطيتي فلفل ابيض. عايزه اقول لكم انا ما بحبش الفلفل الابيض، يعني ساعات بستخدمه فيه وصفات بستخدمه فيها، بس بحس ان الفلفل الابيض ده مش نوع حاجه دارجه موجوده في البيت، وانا ما بحبش بصراحه اقول لكم على مكون ابقى مش ضامنه انه موجود، الا بقى لو في وصفه احنا مضطرين نشتري ده. يعني في وصفات بنبقى مضطرين نشتري المكون ده، هي الوصفه ما تنفعش من غيره. لكن انا بالنسبه لي الفلفل الابيض بحسه طعمه ضعيف، بحس الفلفل الاسود حتى لو هيغير اللون بس ليه طعم مميز غير الفلفل الابيض. انا مش عارف، بحسش الفلفل الابيض ده فلفل اصلا، مش عارفه بقى انا لوحدي ولا في ناس تانيه يعني، بس ما بحسوش. طيب اول ما الاقي الخليط بيسخن بالشكل ده بروح نازله بالرز. انا الرز عندي اكيد دول اكتر من كوبايه، فانا هحط كده بالنظر واشوف الدنيا ايه. لا لسه عايز شويه رز كمان. انا بقى بعمل ايه لما يستوي؟ هعمل برضو خطوه دلوقتي. عايزين نشوح البصلايه، نجيب ايه 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 حلوه دي اهو. انا بعمل ايه بقى؟ بصوا انا طبعا البصل ده احنا قالينه قبل ما ندخلها. انا البصل لما باجي بقليه في زيت سخن وغزير، او بشوحه في طاسه لحد ما يبقى مقرمش معايا بالشكل ده.
في نص التحمير بتاع البصلايه بروح شايله جزء منها ما خلوش يكمل للشكل ده، واروح حطاه في الكشك في الخلطه، فيبقى عندي الكشك ذات نفسه من جوه فيه بصل، بس مش بصل مقرمش. هو ينفع على فكره نحط البصل المقرمش، بس انا يعني ايه بحب البصلايه تبقى طريه شويه. دي بتنزل في خلطه الكشك ذات نفسها بتسكره، بتخلي طعمه مميز جدا. يعني في العادي او في الطرق اللي انتم شفتوها قبل كده للكشك، هتلاقوا ان احنا بنعمل الكشك بالطريقه دي ما فيهاش افتكاسه، وبنروح حاطين بعد كده شويه البصل على الوش. فكره بقى تحمير البصله دي بتسكر الطعم بتاع الكشك، فبيبقى مميز جدا، بيبقى خطير. فانا هعملها عشان اوريكم برده ايه، تبقى انتم شفتوا كل الخطوات بتاعه الكشك. شغل بس النار، مش بغمقها، يبقى صفرها شويه. نشغل بس ده، بس كده. عندي شويه زيت اهو، وعندي البصلايه اهي، اما اقول هي فين البصلايه، وانزل بيها مع رشه ملح. في ناس تحط توم بس انا مش منهم بصراحه، بس كده. الخطوة دي على الرغم انها خطوة بسيطة، يعني ما هياش خطوة بقى حاجة كبيرة، بس بجد البصلية اللي بتتحمر دي وبتضاف هنا بتخلي الطعم حكاية. يعني تبان خطوة كده بس هي مش خطوة كده، هي خطوة مميزة جدا. ولسه ده برضو عندي ما ربطش، انا ما حطيتش كمية دي كلها، انا حطيت بالنظر كده، حسيت ان هو محتاج شوية تاني تمام، بس هو لسه مغليش فانا ما اقدرش احكم عليه لما يغلي. حاسه كده قلبي متوغوش. احنا موجودين، هنروح من بعض فين؟ لو حسينا ان هو محتاج شويه دقيق هنزود. وادي البصلايه اهي كمان لسه ما قالتش حاجه خالص. لما باجي بقى بخلصه الكشك، انا من الناس اللي دايما يخلص ويتصب ويتاكل على طول، ما سيبوش في الحل. لو سبته في الحل هضطر اعمل ايه؟ هيمسك في بعض، وده فيه رز وفيه دقيق والكلام ده كله. بروح حاطه شويه حليب او كريمه واروح بعد كده مسخناه تاني، وانا ما بفضلش الحركه دي. فبعمل ايه؟ انا نفسي باكله ساقع على فكره، ما عنديش اي مشكله. يعني لو فضل كده شويه في المطبخ واحنا بنغسل المواعين بعد ما خلصنا، تلاقيني خدت معلقتين كده من الطبق. بقسمه في اطباق، اول ما خلاص انا بالنسبه لي استوى وغلي وربط وتمام، بروح مقسمها في اطباق، وحط الاطباق عندي على الرخام، وحط شويه البصل وخلاص. نفس فكره البصاره كده. فعايزين تخلوه في الحله وتاخدوا منه بالطلب ماشي، بس اللي طلع من الحله ما يرجعش تاني. يعني ركزوا برضو في دي، يعني لو انا صبيت في الاطباق واتاكل منها ما ينفعش اروح مرجعه الحله تاني، ده مش صح، هتخلي اللي في الحله ده عمره قصير. فانا بعمل بالطلب. يا ام شريف مساء الهنا. يا مساء الورد عليك. مساء الورد يا روحي، عامله انت ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بشكرك على كشري الحله الواحده امبارح يا روحي، وبشكرك كمان بالنيابه عن الحاج احمد اللي كان طالبه منك. ايوه دي حقيقه، تسلم ايديكي وتكه البصل اللي فرقتيها دي حبيبتي، ما شاء الله ولا قوه الا بتسلم ايدك حبيبتي يا ام شريف. يسلم قلبك يا روحي، الله اكبر. بقت الريحه حاساها جايه لي والله، يعني مش مقام الكشري، يعني انت تيجي نذبح لك خروف والله. الا الرز ابو بجد الله اكبر، كانت حلقه جميله وكل حاجه الله يكرم. جميله يا توته حبيبتي يا ام شريف، ربنا يفرح قلبك. طمنيني كمان عن ام طارق، انا قلت لك ان هي زعلانه. يا روحي ما اتصلتيش عليها. ما والله بص، طمنيني بقى عليها واتصلتي ولا لا؟ حاضر هخلص واكلمك على طول. قلت لها اكلمك بعد الهوا وما كلمتهاش هي بقى. والله هي ليها حق عرب عندي كبير قوي. انت عارفه ان هي طيبه وبالفتره دي قلبي والله، ده انا بموت فيها. بتحبك والله، بحبها والله جدا العظيم. ربنا وحده يعلم. كلنا بنحبك يا توته والله حبيبتي. العظيم ربنا ما يحرمني منك يا رب. بتحبك والله حبيبتي والله، من القلب للقلب يا مصطفى. يا رب اللهم امين يا روحي، نورتيني. وام طارق ليها حق عرب عندي، انا عارفه والله مقصره معاها، بس الفتره دي عندي ما اعرفش. ولسه والله كنت بقول لهم امبارح في البيت، بقول لهم حاسه ان اليوم بيخلص وانا حاجتي ما خلصتش، عارفين اللي هو ورانا حاجات قد كده، واليوم بقى الوقت بيجري، الواحد بيروح من الشغل على يطبخ او يكمل الغدا، فتحسوا ان ايه ده الدنيا ليلتها، المفروض انام عشان نصحى الصبح، ما لحقتش بقى اعمل مشاوير والحاجات اللي ورايا. فيعني حقكوا عليا والله، مش عن قصد خالص، بس الوقت مضغوط قوي الفتره دي، مش عارفه ليه، نفسي هي سبب مش عارفه، بس الحمد لله. طيب بصوا بقى، انا حاسه ان هو خفيف شويه، فانا قدامي حاجه من الاثنين، يا اما ازود رز يا اما ازود دقيق. وانا مش عايزه ازود رز لاني حاسه ان كميه الدقيق يعني خلاص، كميه الرز مش عايزه رز اكتر من كده. فانا هعمل ايه بقى؟ هاخد دقيق، شوف بس المرقه دي ما تكونش سخنه،
لا مش سخن، واقلب شويه من المرقه بالدقيق عشان بس يربط عندي على طول. فانا عشان كده حتى ما شلتش بوله الدقيق، سبتها جنبي على اساس اشوف بعيني محتاج او مش محتاج. بس كده دي ان شاء الله تربط على طول، ما يحتاجش مده زياده. ماشي، نحمر البصلايه ولا ايه؟ قولولي. ماشي، يعني ممكن ناخد فاص لسه، دي قدامها شويه. اه بصوا كده بقى القوام، شايفين عامل زي الكريمه، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، وريحته خطيره. اضافه القشطه اللي حطيناها دي بتخلي طعم دسم كده وكريمي، لازم نجربه، هيعجبكم قوي ان شاء الله. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا هرفع ده من على النار، مش عايزه اكتر من كده عشان بس ما يتقلش معايا اكتر من كده. طيب يا استاذه وداد، مساء الهنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه يا روحي؟ تمام الحمد لله، انت كيف الحال؟ بخير والله، طول ما انا سامعه صوتكم بخير يا حبيبتي. حبيبتي ما ايدك اللي تعملي والله. يسلم لي قلبك يا روحي، طمني عليكي وعلى صحتك. والله الحمد لله في نعمه الحمد لله. مش ناويه بقى تيجي مصر؟ يا رب ان شاء الله نجي مصر. انا مستنيه، انت بس قولي جايه ومالكيش دعوه. يا حبيبتي والله شكرا. حبيبتي بسلم على ام شريف لانها سالت علي البارح وبسلم عليها. يا روحي هي اكيد متابعه بقيه الحلقه، وان شاء الله يكون سلامك وصل لها. يعطيك العافيه. انت عملتي سيراميك قبل كده؟ عملته. اه عملناه. انزل لك المقادير؟ ايوه. ولا اعيده لك تاني؟ اذا تقدرين تعيدينه واذا تقدرين. عيوني يا سلام، انت تؤمر. عيوني يا روح قلبي، عيوني. نكتب نعمل الاسبوع الجاي التيراميسو. افتكر احنا عملناه قريب ولا مش فاكره والله. احنا عملنا تيراميسو المانجا، متهيألي عملنا تيراميسو المانجا. ماشي خلاص، هنقدت في الجدول. انتوا اللي قلتوا. ماشي، انا خلاص قفلت على الكشك هنا، والبصلايه دي اعتقد على مده الفاصل، على ما نروح ونرجع تكون البصلايه بتاعتي اصفرت، ونقدمه مع بعض واوريكم شكله النهائي عامل ازاي. هنعمل ايه دلوقتي؟ ناخد فاصل سريع ونرجع لكم من تاني، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. طبعا البصلايه انا بالنسبه لي كده لونها تمام، بصوا كده اهي. دي بقى زيتونه الوصف، يعني لما بعمل كشك بيبقى مميز، عارفين اللي هو يجي الورد ده اللي مميز. لا وده والله زيتونه الوصفه كلها. بعد ما الكشك عندي قفلت عليه من على النار وظبط القوام بتاعه، بروح نازله بالبصل كده هنا. انا بعمله في البيت بقى بسمنه، فباخد السمنه دي كمان تنزل عندي هنا، فيبقى الكشك فيه قشطه وسمنه، ويبقى بقى خطير. نقلبه. خدتوا بالكم كل ما بيقعد كل ما بيمسك، فعشان كده دي من الاكلات عامله زي البكبكه كده، اللي هو استوت ناكلها على طول ما نركنهاش. بس كده، تعالوا بقى نقدمه ليله بيله كده، سخن نص نص. ماشي، خلينا نمسكها بدي افضل عشان ما نتلسعش. بصوا بقى اهو، بسم الله، تحفة. هسيب دول، مش هسيبهم طبعا. ماشي. كده اخر حاجه بقى ايه؟ عايزين تحطوا شويه من البصل المقلي ده جوه الكشك بدل البصل اللي هو حمرناه. ماشي، بس انا بصراحه بحب احط الاثنين، يعني احب احط ده اللي احنا حمرناه جوه وده على الوش. ناخد بقى شويه البصل كده نحطهم كده. الله، احلى طريقه ممكن تجربوها للكشك بالرز. طبعا بقى انا لو في البيت هملى الطبق كله بصل، بس عشان تبقوا شايفين برضو احنا طبخنا ايه. فوصفه سهله جدا وبسيطه وطعمها خطير، وزي ما قلت تنفع عندي لو انا عندي بواقي رز، اقدر ان انا اعمل لها اعاده تدوير بوصفه زي دي، هياكلوا صوابعهم وراها. طيب الوصفه الجايه عندي ايه؟ عشان هنعمل كيكه بقى، مش هنعمل كيكه واحنا ماسكين بصل. نقرا المقادير. معانا معايا نوع كيك حلو جدا جدا بالموز،
وطبقه كراميل كده تحت، خطير طعمه خيالي، سهله جدا وما بتاخدش وقت ونتيجتها مضمونه من اول مره ان شاء الله. مقادير الكيك دي انا حاطه موز وكراميل، ممكن تشروها وتبقى كيك فانيليا عادي جدا ساده، هش جدا وطعم. طيب مقادير كيكه الموز، معايا موزتين او ثلاث موزات، هي الموزه دي صغننه، انا كنت عايزه موزه كمان. كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه حليب، نص كوبايه سكر، نص كوبايه من الزيت، ومعانا كمان معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه وشويه فانيليا، معلقه كبيره فانيليا سايله، ومعانا رشه ملح وثلاث بيضات وصوص كراميل. ممكن انتوا تحرقوا سكر، يعني طلعوا سكر على النار مثلا نص كوبايه سكر، ولما تتكرمل نديها حبه ميه صغيرين، واعملوا ارضيه للكيك. بس انا بصراحه بستسهل وبستخدم صوص الكراميل، يا اما اللي بعمله بالكريمه، يا اما اللي بالنشا والميه، يا اما اللي بالقشطه، بيبقى حلو جدا جدا. فعلى حسب بقى انتوا حابين تعملوا ايه، او حابين تعملوا الكراميل بايه، وممكن بدون الموز والكراميل خالص. طيب تعالوا نشوف الخلاط، هنبتدي ايه في اول حاجه. يا سما ازيك، ازيك يا روحي؟ الحمد لله. ممكن يا سما تسمعيني من التلفزيون يا عمري؟ لا انا كويسه والله، بس انا اول مره اكلمك. يا روحي منوراني. ايه منوراني يا قمر، انا بحبك قوي. يا روحي انت والله بحبك قد الدنيا، يا رب ما يكونش اخر مره كده وتكلميني على طول. وانا كمان حبيبتي، نورتيني يا جميله. طيب بصوا انا عندي يا ام شريف، ربنا يخليكي، الله على حضرتك وعلى حاجاتك الحلوه وكل حاجه يا حبيبتي، ربنا يخليك. تسلمي لي يا روحي على راسي والله. الله يخليك يا رب، الله يكرم اصلك، يبارك حضرتك، الله يخليك يا رب. حاجتك حلوه وكده جميله كده وسهله، ربنا يكرمك يا رب. يا رب يخليك والله، عيونك الاحلى على راسي. الله يخليك، الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب. يا رب يخليك يا روح قلبي. انا بعمل حاجات وكده، يعني لو عايزين مثلا كده ولا حاجه. ما شاء الله، ده احنا نتعلم منك والله. من اسكندريه؟ انا شايفه اسكندريه. لا دي اسكندريه دي الحب كله. ايوه ربنا يكرمك يا حبيبتي، احسن ناس في الدنيا والله. الله يخليك، الله يكرم اصلك يا رب، نورتيني يا مشريف. ودايما كده انا افتكرتها مشريف، مشريف صديقه البرنامج منذ القدم، فطلع عندنا اثنين مشريف. نورتيني يا مشريف، واهل اسكندريه كلهم على راسي، انا بحب اسكندريه جدا جدا جدا. مين يا قلبي عايزين ايه؟ ماشي طيب اوكي، هعمل ايه بقى؟ بص انا حطيت هنا فانيليا، حطيت بيض وزيت وسكر وحليب، تمام؟ تمام. هضرب الكلام ده كله مع بعض، اثناء ما انا هضرب ده مش هتسمعوني، فانا هعمل خطوه وانتم مش سامعيني بس اقول لكم عليها، اللي هي ايه؟ عندي الدقيق ورشه ملح والبيكنج باودر، تمام؟ تمام. يبقى انا عندي بوله فيها المواد الجافه، وعندي خلاط فيه المواد السايله مع السكر والبيض والزيت والكلام ده كله والفانيليا طبعا. هضرب ده كويس قوي مده لا تقل عن 3 دقائق 4 دقائق، كل ما ضربته الخليط كويس، بس برده مش مده كبيره، كل ما القوام عندي بقى فاتح وبقى هش وبقى كريمي، في الاخر اخد نتيجه كيكه حلوه. فانا على ده ما يتضرب وقلبت ده، هقطع الموز شرايح واحط صوص الكراميل، فانتوا هتبقوا شايفين الخطوات دي. هنشغل ده ونقطع الموز. دوشه دوشه. ماشي هوقفه عشان تسمعوني. انا هعمل ايه دلوقتي يا استاذ حسين؟ مساء الهنا. يا مساء الفل يا شفتوت. مساء الورد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك اللي كنت طالب الكشك صح؟ الاسبوع اللي فات في المنيو، اللي هو اسبوع بدون لحمه. ايوان ايوان. احنا ما نقدرش نتاخر على حضرتك والله، ولا احنا نقدر نفوت حلقه ما نشوفش يوم او نتكلم شيف توته في يوم كده. يا ربي يخليك والله على راسي، اليوم ده مش طبيعي كده. يا ربي يخليك والله على راسي، كلام حضرتك منورني انت وكل اهل اسوان الحلوين. الله يخليك يا شيف توته، الله يكرم على الكشك.
احنا بس بنحبوه اللي هو ايه نزوده طماطم كده اللي هو الاحمر ده. الكشك برز ده احمر ولا الكشك الصعيدي؟ لا الكشك الصعيدي الاحمر. كان قصدك الكشك الصعيدي وانا افتكرته الكشك البرز. نعمله تاني، احنا ورانا حاجه نعمله. عيني. لا احنا هنجربه بالطريقه بتاعتك ونضيف اليه الطماطم. ماشي، حلوه الفكره دي. طب وجرب وقول لي بقى طلعت ايه. اكيد طبعا يعني مش محتاجه يعني نقول لحضرتك. الله يكرمك، جميله يعني. يا ربي يخليك يا استاذ حسين، والله منورني. وهعملك برضو الكشك الصعيدي اللي بالطماطم. انا عشان لسه كنا بنتكلم قبل ما ندخل هوا على موضوع الكشك الصعيدي ده، انا ما كانش ليا فيه خالص خالص، بس بابا الله يرحمه كان بيجيب، وانا كنت كان هو اللي بيعمله يعني. هو كان بيجيب الكشك من البلد وكان يعمله بالبيض، فانا كنت بحس ان شكله يعني غريب، انا غير معتاده ان انا اكل بيض وفيه كشك. جيت دقته في مره، عشان كده دايما اقول لكم ادوقوا الاول، ما تقولوش لا بدون حاجه. عايزين ايه؟ استنوا بقى بقول القصه. فروحت دقته في مره، عارفين اللي هو يا نهار ابيض ايه الجمال ده. فالكشك الصعيدي اللي بيض، اللي هو الكشك اللي بيتبل ويتعصر وبعدين يتشوح على النار مع بيض كده بحته سمنه بلدي، اخر حلاوه نعملها لكم ان شاء الله قريب. طيب بصوا بقى، انا عندي صينيه هي دي 26، بس هو المقدار عايز 24، فهي هتطلع ممكن مش مرتفعه شويه بس مش مشكله. بجيب صينيه فيها ورقه زبده مدهونه من تحت ومن فوق بشويه زيت بسيط، واتفقنا هنستخدم يا اما صوص كراميل جاهز يا اما اللي احنا عاملينه في البيت على ايدينا، ده او ده. يا سلمى ازيك؟ ازيك يا سلمى؟ كويسه الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ كويسه الحمد لله. انا بحبك قوي يا شيفه توته. يا حبيبتي انتي منوراني والله. بحبك قوي يا شيفه توته. يا حبيبتي انتي منوره الدنيا كلها يا روح قلبي. انا بموت فيكي قوي، بحب وصفاتك. يا حبيبتي نوراني والله، ودايما اسمع صوتك كده على طول ان شاء الله في البرنامج. حبيبة قلبي نورتيني. طيب انا بعمل ايه؟ قطعته كده شرايح وبحاول على قد ما اقدر. انا عايزه اقفل البوتاجاز بس كده، احاول ان انا اعمل ايه شكل يعني، اعمل دايره ما تبقاش كده. ماشي يا كنوزه. ايوه انا سامعاك اهو. ايوه يا كنزي انا سامعاك يا روحي. ايوه عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. انتي كويسه؟ اه يا رب دايما. عندك كام سنه يا روحي؟ 6 سنين. 6 سنين. بتحبي المطبخ ولا لا؟ ايه بتحبي المطبخ ولا لا؟ بحبه. تعرفي تعملي وصفات؟ اه. ايه بتعملي ايه قوليلي؟ انا ما بعرفي اساسا. مش بتعرفي اساسا؟ اه. طب لا نجرب كده وصفه بسيطه ولا حاجه وقوليلي. طب نفسك نعمل لك ايه في البرنامج قوليلي؟ يعني قوليلي كان نفسك نعمل لك كب كيك مثلا، بيتزا، تورته، كوكيز. بيتزا. خلاص اتفقنا. كنزي ايوه انا شايفه من هناك اهو، عيوني عيوني يا قلبي. طيب انا عملت ايه؟ نزلت بالبوله بتاعت السوائل، مع انها ما اتضربتش قوي بس الخليط قدامي كان فاتح، ونزلت على البوله اللي فيها النواشف وقلب كويس كده، مش كتير برضو عشان ما طلعش الهواء اللي احنا دخلناه اثناء الخفق. بصوا قوام الكيك ده، ده كده كيكه فانيليا. لو انتوا عايزينها تعملوها بدون طبقه الموز والكراميل دي، خلاص دي بقت كيكه فانيليا اللي هي العاديه خالص التقليديه بتاعت الشاي. ممكن تبدلوا بقى الزيت بسمنه بزبده، تعملوا ميكس بين الاثنين، دي حسب ذوقكم انتوا. انا هعمل ايه بعد كده؟ بعد ما حطيت الموز والكراميل ببتدي ان انا انزل بالخليط ده. اتاكد بس ما فيش اي دقيق تحت. بسم الله. الكراميل عندي بيمسك بقى الموز، ما بيخليش الموز يجري، فبتطلع عندي بقى اما نيجي نقلبها خطيره. الموز متكرمل مع الكيك الهش اللي طعمه تحفه، فهي من انواع الكيكات السهله جدا، وفي نفس الوقت يعني لو قدمتيها للضيوف بتبقى حلوه جدا، ولو عندكم بقى شويه ايس كريم احلى حاجه. بس كده. طيب التسويه، تدخل فرن سخن على 180 لمده يعني 35 30، دي ممكن تاخد 30 دقيقه او 35 دقيقه بالكتير عشان
يعني مش تاخد مده طويله عشان الصينيه كبيره فالرق مش هيبقى مرتفع قوي. هندخلها فرن سخن على 180 هنقول من 30 ل 40 دقيقه حسب حجم الصينيه وتطلع تبرد تماما. وبعدين بسمي بالله وبقلبها وبشيل ورقه الزبده تلاقوا شكلها في الاخر خطير. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل سريع جدا 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 نرجع ليكم على طول نكمل باقي وصفات. رجعنا لكم بعد الفاصل. ما غبنا لا غبنا عليكم شويه صغننين يعني. هنعمل ايه دلوقتي؟ الكيك في الفرن والكشك عندي اهو على النار. مش جايبين عيش ولا لسه في فاصل تاني ولا مفيش؟ بجد مش عارفه انا مالي النهارده. طيب شباب مش عاجبني يا مشهاب. هنعمل ميلك شيك بالتين الشوكي بما ان ده موسم تين شوكي وممكن تعملوه بالتين البرشومي على فكره هيبقى برده خطير. طعمه سهل بقول لك طعمه سهل طعمه حلو جدا وسهل وبسيط وممكن طبعا تغيروا الفاكهه اللي انتوا حابينه. ممكن احط تين برشومي احط موز احط فراوله احط مانجا بما ان موسم مانجا احط بطيخ ميلك شيك بطيخ هيبقى خطير ونديه شويه نعناع هيبقى تحفه. طيب تعالوا نقول المقادير ندخل عندنا مفيش نعناع عندي هنا. معانا 4 كوبايات من الحليب مسلج يعني يبقى ساقع جدا جدا. كوبايه من الايس كريم الفانيليا يعني حوالي مثلا 150 جرام. كيس من الكريم شانتيه 2 كيس من الفانيليا نص كوبايه من السكر و10 وحدات من التين الشوكي. بس عايزين تصفوه صفوه مش عايزين بلاش. انا مش بصفيه بصراحه يعني احنا بناكله اصلا بالبذر بتاعه فاصفيه ليه في عصير؟ فدي ترجع لكم بقى. هنعمل ايه؟ هاخد مقدار الحليب. ممكن نعمل حليب وكريمه او حليب وميه لو انتوا عايزين توفروا شويه. سكر وكريم شانتيه كيس كده مثلا او 4 معالق كبار والفانيليا بتدي طعم حلو جدا جدا كيسين كده من الفانيليا. هو معانا ايه؟ والايس كريم. انا بحب جدا جدا المشروبات في الصيف يعني بحس ان الصيف ده مش عايز اكل وشرب اكتر ما هو عايز ايس كريم او حلويات بارده. فيعني هتلاقوني دايما بحط لكم عصاير كده في وسط المنيو بتاعنا. يا استاذ احمد زي حضرتك. يا استاذ احمد ازيك يا توتة اخبارك؟ ازاي حضرتك اخبارك ايه؟ انا باباك يا احمد. ايوه طبعا عارفه صوت حضرتك على طول من قبل ما تقول. بس صوت باباك يا احمد تعبان الوقت عشان انا عندي حاله تعبانه والله العظيم. الف سلامه عليك. في العنايه المركزه. مين اللي في العنايه المركزه؟ لا والله نعم حضرتك؟ لا 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 مش انا حد قريب لي. الف بعد الشر عنك يا رب وعنه ربنا يعافيك. انا شبه مقيم معاه في المستشفى وفي عنايه مركزه القلب. انا يا رب يعافيك ودعاء المشاهدين كلهم يا ربنا يا رب يعافيك ويرفع عنه يا رب. وانا اعتبر عمه في نفس الوقت. ما باين على صوت حضرتك انك متضايق فعلا. كامل من يوم الجمعه الماضيه في المستشفى شبه مقيم معاك اقامه كامله. يا رب يجعله في ميزان حسناتك يا رب. نسالكم الدعاء نسالكم الدعاء يا رب يا رب اللهم امين. كل حبايبي اللي بيتفرجوا علينا يدعوا يا رب ربنا يخرجه بالسلامه وما يشوفش فيه اي حاجه وحشه يا رب اللهم امين ويشفي جميع مرضانا يا رب. طيب بصوا بقى هنحط التين الشوكي اهو كده واحده واحده شويه الميه دول برده مش هسيبهم هو مكان التين. نعمل كده نضرب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعض. عايزه اقول لكم طعمه حلو حلاوه. عايزين بقى تحطوا انتوا مثلا شويه كريمه خفق زي ما قلنا. عايزين تحطوا عسل ابيض تحلوا بدل السكر او سكر وما شربتهاش لسه فاضل فيها حبه. يعني ممكن تحلوا باي حاجه انتوا حابينها. ممكن ازود اي اضافات دي موزه يعني احط موزه معاها برده هتبقى جميله. اي اضافات او اي ميكسات خصوصا في الصيف بتلاقي مع بعض موز ومانجا موز وفراوله موز وتين شوكي كيوي ومانجا مثلا بتبقى خطيره ونعناع بقى كيوي ومانجا ونعناع بتبقى تحفه. هعملها لكم الاسبوع الجاي. هضرب الكلام ده كله ونشوف بقى شكله بقى عامل ازاي. Thank you.
يا هيومه حبيبه قلبي، اين انت يا هيومه؟ غايبه عني فين؟ لا والله انت صعب قوي التواصل معاكي ده، ليه؟ انا بحاول من بدري. يا روح حقك عليا والله، عندي انا دي. لا يا حبيبه قلبي، ده انا برن عليكي والله كذا مره ما بعرفش اوصل لك بسهوله. حقك عليا يا روح. المهم نسمع صوتك في الاخر بقى، سيبك من امتى وفين وازاي، المهم نسمع صوتك في الاخر. انا هاجي اكل الكشك اللي انت عاملاه ده، تحفه. كلنا هناكل شكله. انا مستنيه بس نختم ومجهزه عيش بلدي اهو زي الفل. الله انت بتغريني يا توته. ايوه بتغريني اهو. بصي بغريكي عشان تيجي انت، قولي تعالي بس ومالكيش دعوه. انا بعشق الكشك وانا بحبه جدا. وعملت الكشك اللي الاستاذ حسين بيقول عليه اللي هو بالطماطم ده، حلو برضه ده اللي هو كشك الصعيدي صح؟ انت عملتي اللي بالطماطم ده اللي هو الصعيدي صح؟ لا مش الصعيدي، عملته زي ده، في ناس قالوا لي عليه، حطيت عليه معلقه صلصه الصراحه، بس من غير الصلصه احلى. انا اكلته اللي بصلصه بس بالجمبري. لا من غير كشك احمر بالجمبري. انا بحبه من غير صلصه. ايوه انا عارفه باللي هو بالجمبري. وفي اللي هي السمك، السمك الفيليه ما جربتوش ده؟ حلو بس برضو بيني وبينك الكشك اللي انا لف الف وارجع للطبق الحلوه ابو قشطه ده، احلى كشك. انا بحبه جدا بصراحه، هو الكشك الصعيدي اللي بالبيض، دول اكتر نوعين كشك مغري بحبه. مغري وجميل، وتسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها يا توتو. حبيبتي والله يا هيومه دايما كده منوره والله العظيم، انا ببقى فرحانه جدا وانا شايفاكي كده حبيبتي. معرفش بتدي طاقه كاننا منك، كانك انت مننا. ايوه قولي لهم كده، قولي لهم عشان يقدروا قيمتي في البلاتو هم. ها؟ لا والله شايفين؟ والله فعلا، بس فعلا صعب التواصل ليكي بسهوله. حقك عليا والله، نرن كتير. لا يا حبيبه قلبي هتكلم معاهم والله في النقطه دي، هاكد برضو عليهم موضوع ان احنا نتشيك على التليفون. طلب. عيوني طلبين ثلاثه. تسلمي. انا عايزه مره عملت لنا السلطات اللي هي البتنجان والبطاطس. فاكراها كانت حلقه سلطه. لو ينفع تعمل لنا حلقه زي دي تاني؟ ينفع ونص وثلاث ارباع كمان والله. قلبي انت تأموري فعلا والله. من أيوه. احلى انت كل حلقاتك تحفه. بس يا رب يخليك حبيبتي يا هيومه والله منوراني. واحنا كده عندنا، احنا كتبنا وصفتين صح؟ انا فاكره ممكن نضيف عليهم السلطه بقى. انا شايفه ان منيو الاسبوع الجاي كتب صح؟ ماشي، التيراميسو وحلقه سلطه وفي حاجه ثالثه مش فاكره هي ايه، بس كده ماشي. يومين في المنيو ماشي. بصوا بقى الجمال ماشي. طب استنى صب، طيب اصبروا. انا بقى ما رضيتش ولا احط كريم شانتيه ولا احط صوص كراميل ولا احط اي حاجه. انا بالنسبه لي كوبايه كده تتشرب ساقعه في الجو ده تنزل ترطب على قلوبكم على طول. هنحط شريحه ورقه نعناع كده، مش هتلحق تقصر يعني. ماشي. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا وطعمه. انا هدوق بقى، اخد لي كوبايه كده صغننه من الديكور اللي هنا وادوق اشوف السكر ايه ظروف. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل سريع جدا جدا جدا، نقدم حاجتنا واجيب بقيه العيش والتقديم بتاعنا، وبص كمان على الكيكه اللي في الفرن. فاصل سريع ونرجع لكم على طول، استنوا. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم وخلصنا حلقتنا النهارده. تعالوا كده ناخد لمحه سريعه عملنا ايه. بصوا اول حاجه كنا عاملينها كانت الكشك اللي بالرز، طريقته سهله جدا وبسيطه وما خدش وقت ولا مجهود ولا في اي حاجه صعبه، وفي الاخر نتيجته تحفه. يعني لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي، شويه عيش بلدي جنبه وخلاص، ده بالنسبه لي كده وجبه كامله متكامله، مفيش اي حاجه فيه ناقصه. عملنا كمان ماء حلو ده، اوكي. هنزلوا كمان بالمقادير على الشاشه بحيث تقدروا تصوروها. وطبعا دايما بقول لكم الحلقات كامله بتنزل على يوتيوب سفره وفيسبوك وانستجرام كمان، بحيث ان انتوا هتلاقوا كل اي حاجه فاتتكم بالحلقه موجوده. طبعا في اعدادات لينا تقدروا تتفرجوا عليها بالليل في المساء والسهر. دي كده مقادير الكشك المصري، تقدروا طبعا تشوفوا من الاول الطريق. عملنا ايه تاني وصفه؟ عملنا كيكه الموز بالكراميل، خطيره وريحتها حلوه جدا جدا. الكيكه سكرها قليل مع طبقه الموز والكراميل اللي فوق، فعايزه اقول لكم ميكس خطير. احنا حاطين بقى شويه ايه، ايس كريم جنبها وشرايح موز، بحيث ان اللي عايز ياخد قطعه كيك وعليها بوله ايس كريم، فتبقى ميكس كده حلو في الجو اللي احنا فيه ده. دي كده كيكه الموز بالكراميل. وعلى فكره ممكن نبدل الموز بتفاح او خوخ او مشمش كمان، بتبقى حلوه جدا، او كمثرى بتبقى لطيفه، فده حسب الفاكهه المتوفره عندكم. اخر حاجه ختمنا بيها كان ميلك تشيك التين البرشومي، ولا الشوكي عشان متلخبطه من اول حلقه. ميلك تشيك التين الشوكي، عملناه بطريقه سهله جدا، وقلت لكم ان احنا ممكن نثبت كل المقادير اللي على الشاشه ونغير نوع الفاكهه. تين برشومي، تين شوكي، كان برضو عندنا هنا عايزين بالمانجا فنعملهم بالمانجا، فراوله، موز، اي فاكهه.
الصيف فاكهته كتير جدا، والصيف يحب المشروبات البارده، فخدوا المقادير كده صوره على الموبايل وغيروا براحتكم خالص. خدوا بالكم برضو عشان هما لفتوا نظري النقطة لما دقنا من كان في الخلاط، السكر عالي سنه بسيطه للايس كريم مسكر، فانا حطيت نص كوبايه سكر. فلو انتوا سكركم بتحبوا الحاجه مسكره التزموا بالمقادير زي ما هي، لو انتوا زي حالاتي بتحبوا السكر شويه قليل يبقى هنكتفي بربع كوبايه سكر، دي العلم بالشيء يعني. بس خلاص حلقه سهله جدا وبسيطه ما خدتش وقت ولا مجهود، واستنونا بكره ان شاء الله في حلقه جديده على خير. باي باي.